تابعنا معاكم دلوقتي اهم منشطات الجرايد طبعا اللي بتخص النادي الاهلي، وكانت كلها بتتكلم عن لقاء النادي الاهلي النهارده ووفاق ستيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام الساعه 9 مساء. ودلوقتي كمان هنروح لكريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه النادي الاهلي او معسكر النادي الاهلي قبل ما يتجه او ما تتجه بعثه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي لملعب السلام عشان يخوضوا اللقاء الساعه 9 مساء. مساء الخير عليك يا كريم، وطمنا على اخر استعدادات النادي الاهلي قبل اللقاء بساعات. خير عليك شيما وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل اجواء حماسيه، تركيز كبير هنا في فندق الاقامه لفريق النادي الاهلي، الاهلي وفاق ستيف الجزائري على استاد السلام في الساعه 9 مساء الدور قبل النهائي. ان شاء الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق. زي ما انت قلت شيما، كان عندنا غيابات كثيره واصابات كثيره جدا بتضرب فريق النادي الاهلي، لكن تاكدنا كل لاعبي النادي الاهلي على قلب رجل واحد، عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني، كل اللعيبه زي مستر باتريس قال كابتن محمد يوسف، ما فيش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي، كل لعيب بياخد فرصه ان شاء الله يظهر بشكل مشرف يليق باسم النادي الاهلي، وايضا كمان ان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. كالعاده شيما بنطمن كل جمهورنا على اخر اخبار وكواليس فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. يمكن التركيز الشديد اللي احنا شايفينه من خلال اللاعبين، حديث البسيطه اللي بتدور بين اللاعبين، الكل طبعا مركز بشكل كبير في هذه المباراه. ان شاء الله المباراه دي تريحنا في مباراه العوده النهارده، بنتمنى يكون في هدف واثنين وثلاثه، لان مباراه العوده في الجزائر هتكون مباراه قويه ومباراه شرسه جدا. فبنتمنى النهارده يكون الجهاز الفني قد وفق في اختيار التشكيل، وايضا كمان القراءه الجيده لفريق وفاق ستيف، في مجهود كبير جدا بذل من مستر باتريس والكابتن محمد يوسف لقراءه كل نقاط القوه والضعف للفريق الجزائري. ايضا كمان هكون في محاضره فنيه اخيره لفريق النادي الاهلي قبل التوجه الى استاد السلام. ان شاء الله تكون الامور كلها مطمئنه لفريق النادي الاهلي ويكون الفوز من نصيب فريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر لو بنتكلم على فريق وفاق ستيف الجزائري مع مديره الفني الكابتن رشيد الطاووسي، هم مركزين بشكل كبير، جايين بطائره خاصه من الجزائر، وصلوا يوم الاحد، انهوا كمان تدريبهم الاخير على استاد السلام امس في الساعه 9 وهو ميعاد المباراه. عندهم حاله من التركيز كبيره، لكن زي ما بنقول ثقتنا الكبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان شاء الله تنعكس عليهم، باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. وكالعاده يا شيما هنكون مستمرين مع كل مشاهدينا وجمهورنا ان شاء الله، وننقل لحظه بلحظه كل اجواء وبعث فريق النادي الاهلي في مباراه الاهلي وفاق ستيف. عوده ليك شيما.